هذا مال عام، فأنا لا أكل مال أحد. لا، أنت تأكل المال الذي تستحقه أنت كأجرة كراتب بالباطل. فهذا المال يعطى لك مثلا كي تقضي في اليوم حوائج المسلمين، أنت تتأخر عنها، أنت لا تأتي إليها إلا متأخرا، ثم بعد ذلك تخرج من مكان عملك متأخرا مبكرا. وإذا أردت أن تقضي الحاجة بدل الساعة الواحدة لحاجة واحدة 3 ساعات، وقس على هذا. كذا من يعمل عند إنسان، يعني الصناعية من أمه، العمال في ورشة في معمل عند أشخاص معينين، كذلك يماطل في العمل، يتأخر في العمل، لا يبادر إلى العمل. سيقول إنسان أحيانا الشيطان يسول فيقول الأجرة قليلة، الأجرة قليلة أترك، حقك هذا، هو لم يلزمك الله لا بفلان ولا بفلان أن تشتغل معه. إذا كانت الأجرة قليلة فأنت لا يجب عليك إتمام العمل، قل له سأمضي وأترك يا أخي. ما دمت رضيت فيجب علي أن أقوم بالعمل. يدخل في جملة أكل أموال الناس بالباطل أن أدفع رشوة لإنسان حتى يحصل لي شيئا. وهناك فرق يا أيها الكرام بين الرشوة التي أحصل بها حقي وبين رشوة أحصل بها شيئا غير حقي، فحينها صارت الرشوة بالحالة الثانية ذنبين، الذنب الأول دفع مال الرشوة، والذنب الثاني أنني أحصل غير حقي. يعني أقول للمحامي إيش بحصل لي، حصل لي إيش ده حصل لك المال لك في الأصل، قال لا بس إيش بحسن هذا، إيش بطلع معك وبعطي، أعوذ بالله ذنبان هذا، سبحان الله. أما حقي على ذكر حقي لم أجد وسيلة إلا بالرشوة، يصبح الإثم فقط على المدفوع له، يعني على الآخذ. أنا إذا ما وجدت وسيلة لتحصيل حقي إلا بهذا جاز حينها وسقط الإثم عني والله أعلم. هذه القضايا يا أيها الأحبة خطيرة، يموت الأب والأم، يأتي الأولاد يقتسم التركة، الإبن يقول أنا لي كذا، الإبن الآخر لي كذا، البنت الثالثة تقول لي كذا، كيف لك كذا؟ بمجرد أن يموت الأب والأم كل ما تركوه يصبح ميراثا، بالتالي لا وصية لوارث. بمعنى إذا كان أبي قد قال إذا متت بتعطوا ابني الدكان، ما في دكان، الأم تقول إذا متت تعطوا بنتي الإسوارة، ما في إسوارة، انتهى الأمر، صار هذا كله ميراثا. فإذا أخذته فأنت تأكل أموال الناس بالباطل، سبحان الله. حذاري يا أيها الكرام من الوقوع في هذه المصائب، فقد ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، السحت الحرام، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ورد في الحديث الآخر الظلم ظلمات يوم القيامة. ورد في الحديث الثالث، وكلها أحاديث صحيحة، في الحديث الثالث من غصب شبر أرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين. شبر أرض أخذه غصبا عن صاحبه قهرا بأي وسيلة كانت، في الأبنية السكنية، في الأراضي الزراعية، في الأراضي الأميرية، في كل الأراضي اغتصب شبر أرض ليس له، أخذه ضمه إليه، طوقه، بمعنى يجمع هذا الأرض من الأرض الأولى إلى الأرض السابعة، ثم يجعل كله يضغط، يجعل طوقا في عنقه ويقال له احمله وامشي به. واحد طوق بسماكة كذا يعجز عنه، كيف ب7 أراضين فوق رقبته يوم القيامة؟ طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، سبحان الله. وبعض الناس يقول لك هات إيش هات، من أجل لقمة تدخل البطن فتحدث فيه والعياذ بالله ظلمة وكفر، ماذا هات؟ بلها اللقمة، عف عنها يعفك الله، واستغني عن الحرام يغنيك الله تعالى. احذر من أكل أموال الناس. الآن الغش، نسمع أشياء من عجائب الدنيا في الغش، أنت تأكل أموال الناس يا أيها الإنسان، أي بضاعة كتير جيدة تطلع كتير سيئة،
هاي البضاعة أنا مستوردة، هو ما مستوردة، هو المستورد 77 بعد 700. شلون عم أنت مستوردة؟ قال إيش كذب كذب، أنت تغش إذا أنت تأكل أموال الناس بالباطل. هذه البضاعة صناعة ألمانيا وهي صناعة الصين، هذه البضاعة، وهكذا أنواع التزوير عجيبة غريبة سبحان الله العظيم. وإضافة أشياء إلى البضائع، مرة قال بعض الناس سمعته يشتغل في اللحم، قال أنا لا أربح إلا إذا غششت. إلا تشتغل نهائي، إذا غير صنعتك إلى صنعة أخرى، لا تربح إلا إذا غششت، هذا كذب، هذا افتراء. فقط الغش هو الذي يربح. إذا ما في إنسان يأكل مالا حلالا في الدنيا، كل الناس غشاشون يأكلون أموالا حراما. لماذا؟ لأن الناس تربح وتأكل، فإذا لم يوجد مال إلا بالحرام من الغش، فإذا الدنيا كلها حرام. هذا كلام أيضا باطل، ولكن هو إذا اشتغل بخلق الإسلام سيربح عشرة، ويريد أن يربح 10,000 مو 10 واحدة. فسبحان الله يطغى الطمع ويعشي البصر، فيبتغي الإنسان المال المحرم بأي وجه من الوجوه. فاللهم إنا نسألك أن تعيذنا من الحرام وأكله وإطعامه وأهله. الحمد لله تعالى رب العالمين.